شيك انا قار لاباس، انا رئيس حكومه، تقترحني رئيس حكومه؟ اي علاش لا؟ خلاص انا لك ربي يهديك. برا برا جاي برا. يا ولد اسمعني يا عجمي، علاش هكا داير تقول لي؟ اش بيك ضباط؟ انا رئيس حكومه، انا يرشحوني. اش بيك انت؟ يا ولدي لازم تاخذ الثقه في روحك. اي رئيس حكومه برا جاي. كانك على القرايه والثقافه، هاك بالثقف ولا بس بيك وعندك شيء، وزيد كانك على النظافه، انت انظف منهم. على الاقل انت تترك بلته. أنا قار برا جاي يهديك ربي، تو أنا نتاع رئيس حكومة نتاع تاني لا يبول بغله رب وكذا والدنيا داخلة. يا عجمي خذ الثقة في روحك يا عجمي يهديك ربي، تو كانك على القراية ما قلنا راك قاري، وكانك على الشلغوم تو نحوه. يا هذا شو مدخل الشلغوم في رئاس الحكومة؟ شو فيك أنا قار؟ تبع في السياسة ما نحبوش، نغلطوا الغلطة نتاع المرة اللي فات نتاع الحبيب الجني، لازم ندخلوا نتاع الضربة صحيح مالا لعب. أنت تحبوا طول تو مترشح ما بينش. وكانك على السرقه، الجماعه ما ترحمش في السرقه، على الاقل انت تسرق بشوي، هاك المرخ ما شدوك سارق كعب شراب من المنافري. باقي تعاود فيها، انا سارق كعب شراب من المنافري، باقي تعاود فيها. يا ودي عادي عادي عادي، ماهيش مشكله كبيره هيك. تعاود فيها، سارق كعب شراب، تعاود فيها. يا ودي انت كان سارق كعب شراب غيرك سارق المليارات، وما تبع حد، برا نحش الخلاق ما ينقذوا ربي، برا. يا ودي ايش فيك شارد في الشلاغم؟ تو هذه حد نيتك.